يزرع فاضل عمران العنب منذ 50 عاما في السياح إحدى نواحي الحلة. يراقب المحصول، يعزل التالف بسبب الحرارة ويقطف العناقيد الريانة لتسويقها. ومع أن بيع العنب بالنسبة إلى العم فاضل ليس مجديا اقتصاديا، فإن علاقته بالكروم تمنعه من التوقف عن الزراعة. كل دعمه موجود، احنا هذا كله على نفقتنا الخاصه، المبيدات والمحروقات والاسمده الكيماويه والاسمده الحيوانيه والحراثه كلها على نفقتنا الخاصه، وباسعار عاليه جدا. يعني ادفع من ضلع من لحم من بدني بدي ادفع وانطين، اما انا ما اقدر اعيف لانه مربيين ومربياتني، يعني بصراحه احبهن، والا ان كل فائده ما فيه. الكمالي والعنز والحلواني والزيتوني والفرنسي والشدة التركية من أبرز أصناف عنب بابل المطلوبة في بغداد وسائر مدن العراق، وهي أجود من المستورد، أما أسعارها في السوق فمناسبة جدا للمستهلك. الأفضل بين الحلواني والكمالي والشدة، حتى أفضل من المستورد. يعني الحلواني والكمالي 1500 1400، والشدة 1000، هو والعنز والأسود. وتسوق الحلة سنويا أكثر من 70,000 طن من أجود أصناف العنب بحسب مديرية الزراعة، فيما يطالب المزارعون هنا الحكومة العراقية بتقديم الدعم الكامل لهم بدل الاعتماد على المستورد المعالج كيميائيا والذي يعد أقل جودة من المنتج المحلي. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في.